السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. ده التلاجة الغسالة التورنيدو، هنعمل عنها ازاي، نعمل التست مود بتاعها ونشوف فيها أعضل ولا لأ. هقولكم عنه كده بشكل بسيط وشكل مبسط ويكون شكل سريع. أنا عندي أول شيء عندي المفاتيح الخاصة والشكل العام بتاع الغسالة اهيت، وعشان يكون عندك خلفية الغسالة التورنيدو نفس الموديل ده ونفس الشكل ده، بعدك في الغسالة الفريش، في الغسالة الوايت بوينت، كل ده تصنيع تركي من مصنع واحد، التست مود بتاعهم كله واحد، مفيش أي اختلاف. حسب الموديل بتاعها بتختلف من موديل لموديل، ولكن قدامك الشكل العام وقدامك الحاجة العامة بتاعتها اهيت، وعشان يكون عندك خلفية التست مود بتاعها كله واحد. تورنيدو الوايت ويل، أنا آسف، التورنيدو الفريش الوايت بوينت، التست مود بتاعهم واحد، بتختلف من موديل لموديل، بيختلف من تيست مود لتيست مود، لكن عندك خلفيه نفس النظام اللي قدامك ده، يمشي على الوايت بوينت ويمشي على الفريش. خلاص ده الوضع اللي قدامنا عشان يكون عندنا خلفيه بسيطه عنه والوضع يكون قدامنا بسيط وسهل وسلس باذن الله سبحانه وتعالى. اول حاجه هنقفل الباب، نقفل الباب ونتاكد الباب اتقفل. تاني شيء هنتك على المفتاح ده، الباور واش، ده الباور واش، ونجيب الاخرى بتاعتنا على اول حاجه القطن. هتك عليه، نجيبها على اول حاجه القطن ده، هتك عليها اهو. لا اول واحده، استنى اول اقول لك، يلا هتك عليه وهنجيب على اول حاجه اللي هو القطن 95، وهنتني متك عليه لحد ما يجي لي علامه قدامي الار الاي يو. الايو الغساله هتبدا الاول حاجه الطرمبه تشتغل، بعدين تسحب معايا ميه، قصدي السرعه الغساله تشتغل بالسرعه العاليه بتاعتها اللي هي سرعه التنشيف بتاعتها، زي ما احنا شايفين وبعدين هيقف خالص. وبعد ما يقف خالص الحلة هتلف ناحية اليمين شوية ببطء، وعن ناحية الشمال شوية ببطء، ناحية اليمين شوية ببطء وعن ناحية الشمال شوية ببطء. هنشوف اهو، تاخد الشمال ببطء وتبدا بقى تاخد بقيه دورتها، بقى تشغل السخان وتشغل الحاجات دي كلها، وصمات الميه تشتغل معانا والاشياء كلها تشتغل، ويبدا الوضع بتاعها يبدا يشتغل معانا مظبوط. واخر الشاشه خالص مش هتدينا اي حاجه نهائي، يبقى انا ما عنديش اعطال. ده بالنسبه لتست مود الاولاني. في تست مود تاني بعدك موجود على الغساله، ده اللي انا هتك على المفتاح الايزي والديلي مع بعض، وهجيب برضك الاخرى على نفس الوضع، هات الاخرى على نفس الوضع خلاص، وتاني متك عليه لحد ما يجي لي العلامه بتاعتي الاس اي يو. تبدا الغساله عندي تسحب ميه، تبدا تاخد بقى الدوره بتاعتها وتاخد حاجتها كلها كامله وتبدا تشتغل معايا وكل حاجتها، ويبقى ده التست مود التاني عشان خاطر الفنيين يكون عندهم خلفيه. انا مش عاوز اطول كتير في الغساله، انا بس بعرفك بس التست مود هيبقى نظامه ايه، سواء ده او ده، عشان يكون عندك خلفيه على الغساله ازاي تتعامل معاها وتطلع منها الاعطال. نعيد تاني مع بعضنا من الاول كده عشان خاطر فين يبقى عندهم خلفيه. اول تست مود اللي انا هتك على البرواش واجيب الاقعة على اول حاجه، وتاني متك عليه لحد ما يجي لي علامه الاي يو. خلاص كده الغساله تسحب الميه بتاعتها ويبدا الماتور يلف، النشافه تلف على اعلى سرعه بتاعتها، وتبدا تقف وتبدا تلف تاني يمين وشمال والحاجات دي كلها، ويبقى معانا الوضع بتاعنا مظبوط. نتك عليها تاني، لف عليه عشان نشوف. الطرمبه تشتغل، الغسالة تلف معايا بسرعة النشافة أعلى سرعة، بعدين هتقف وبعدين هتلف معايا يمين وهتلف معايا شمال بسرعة بطيئة، وتكمل التست مود بتاعها، ويبقى كده احنا عملنا التست مود بتاعت الغسالة وعرفنا الوضع ايه بالظبط.
ولو ظهر عندي اعطال اذا اعطال هنا ونعرف العطل ايه بالظبط ونعرف العيب فين من الكتالوج بتاع الشركه المصممه ده. سو اعيد عليكم تاني، الغساله الترنيدو والغساله الفريش والغساله الوايت بوينت ده مصنع واحد، مصنع تركي، التست مود بتاعهم كله واحد. في تيست مود تاني، في تيست مود تاني لنفس الموديلات ديت بس مختلف عن الموديل ده، اما يجي لنا هنقول عليه باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الغساله هتلف يمين ببطء وتقف، عن تلف شمال ببطء وتقف، عن تكمل بقيه الدوره بتاعتها لحد ما تديلي هنا اند والنهايه بتاعتها اللي مفيش عندي اي اعطال خالص. هذا لكم جميعا، كان معاكم مضرب العينين من قناه متصلون في التبريد المنزلي، وده فيديو بسيط حبيت انوع عليه وحبيت ابينه بس لكم، واتمنى لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.